عايز ايه يا بليغ؟ طلبت تشوفني ليه؟ عايز ابو عدنان، بكلمه وما بيردش. ابو عدنان قرف منك، مش طايق يبص في وشك خلاص. يعني هيبطل يطاردني؟ انت تعرف كده برضه انا ابو عدنان؟ طيب يا ستي، انا جاي له بعرض، يعني ارجو انك توصليه له. عرض ايه؟ الفلوس اللي عندي هشتغل معاه بيهم. والله بحبك عشان بتضحكني. انت بتهزر صح؟ والله ما بهزر وما عنديش اي حل تاني يا ناتالي. عايز تشتغل بخمسة مليون يورو؟ تشتغل بيهم ايه اصلا؟ اي حاجه يا ستي اللي هو عايزه. ما احنا اشتغلنا قبل كده والامور كانت ماشيه. ناتالي ما عنديش حل والله. تشتغل بيهم كام سنه بقى؟ 1000؟ لا تصدق مش كفايه، 2000 سنه يا دوب عشان تلحق تخلصهم صح؟ بقول لك ما عنديش حل. قدامك الحل بس انت اللي مش عايز تحل، وانا حذرتك بدل المره مليون مره. والنتيجه ايه؟ جالي بعرض فاشل زيك. اوه ما هو كده مش هنوصل لحاجه، ولا انا ولا هو. ما تقلقش من الناحيه دي، احنا وصلنا خلاص. والليله دي، الليله دي هيحصل ايه؟ الليله دي اهي دافيه حلوه، يا دوب كده تطلعي ترضعيه. اصل الكمون بيشيل المغص من بطن العيل. تعبتي نفسك والله يا طنط يسريه، انا كنت حاملها له بايديا. والله ازعل منك، ده سعيد اسمه على اسم الغالي. اطلعي رضعيه، واول ما يصحى ابقي ناديني عشان اروح ارقه لك. حاضر يا حبيبتي، تسلمي لي والله. يلا ماشي. امسكي يا بنت، حطي الحله دي على النار وقطعي لي فيها بصله. هيحصل ايه لله دي؟ ما تردي عليا. الحمد لله سلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا حبيبتي. امال صعيد فين؟ مع الحاجة ولا ايه؟ ايه ده؟ لا انا كنت سايباه نايم هنا. يعني ايه سايباه نايم هنا؟ الحاجة خدته مثلا يعني من غير ما تقول لك؟ حاجة ايه؟ انا كنت لسه مع طنط يسرية حالا. هيكون راح فين يعني يا نهال؟ مش عارفة، انا قلبي مقبوط. قلبي مقبوط يا طنط يسرية. طنط يسرية يا طنط يسرية يا طنط يسرية. في ايه يا حبيبتي؟ مالك؟ معايا سعيد مش لاقيينه. يعني ايه مش لاقياه؟ انت سبتيه فين؟ سبته فين يعني يا مدحت؟ حطيتيه في سريره. ايوه. هو سايبه لوحده ليه؟ هو انا سبته في الشارع، انا سايبه في اوضتي جوه بيتي. اهدوا بس يا اولاد، تلاقيه بس تعيط. امين. امين ايه بس؟ ما ده بتقول لك الواد الصغير. بصي اكيد بنت من الشغالين خدته ولقيته بيعيط. يا صباح، انت نهوكتيه. صباح بنت، يا صباح. اه رجعنا للخيابه بقى. المسدس ده حقيقي مش لعبه زي بتاع المره اللي فاتت. ما اظنش انك عايز تموت يا بليغ، مش كده؟ طب وايه يعني؟ هتاخدوا فلوسكوا اعضاء يعني ولا ايه؟ للاسف تو ليت. القطر طلع من المحطه وماشي في اتجاه واحد. فظيع فظيع يا بليغ. هبقى اكلمك.